ظاهرة غريبة ومريبة وهتكلف السكان المحليين بتاع قرية تير أبل الهولندية عشرات الآلاف من اليوروهات تم القبض امبارح بالليل على المشتبه الأول لهذه الظاهرة. إيه هي الظاهرة دي وإيه هي علاقتها بالهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين في هولندا، وليه الهيئة دي لازم تكون هي المسؤول الأول عن التعويضات للناس المتضررين؟ فأهلا بكم في هذا التقرير. أهلا بكم. الهولنديين اللي ساكنين في قرية تير أبل الهولندية شاركوا على تويتر أو على الفيسبوك صور للعربيات بتاعتهم، وهي الإزاز الواجهة بتاعة النوافذ وواجهة السيارة متكسرة، كأن في حد رمى حجر كبير على الإزاز بتاع العربية أو رمى حاجة تقيلة جدا فكسر النوافذ. في بعض الشوارع في 15 عربية جنب بعض كلهم تم تكسير الإزاز بتاعهم، وفي شوارع تانية بعض السيارات المتفرقة في أرقام بتقول 20 سيارة، في أرقام بتقول 30 سيارة، وفي أرقام بتقول أكتر من كده. ده يعني حاجة بتحصر الناس وبتحسسهم قد إيه إن هم مش في أمان. ناخد على سبيل المثال واحد هولندي ساكن هو ومراته في قرية تير أبل، في حد خبط عليه مرضيش يفتح الباب. اللي بيخبط عليه ده كان عايز يوريه كمية الدمار اللي حصلت في العربية بتاعته، الإزاز بتاع السيارة متكسر كل الإزاز، حتى جوه السيارة كمان في كابلات مفكوكة، كابلات كهربائية، والمراية الداخلية بتاعة السيارة كمان مكسورة. في الأول مرضيش يفتح الباب لأن بيقولك أنا خايف ومعرفش مين اللي بيخبط عليه، ولكن هو في الأخير كان حد بيخبط عليه عشان ينبهه للي حصل للسيارة. امبارح بالليل وفي الشارع الرئيسي اللي مقابل للشارع اللي فيه سوبر ماركت كوب الهولندي، وبعديه في أكشن كمان بتاع البضاعة الصينية وكراود فات وليدل وما إلى ذلك، تم القبض على واحد امبارح الساعة 12 بالليل زي ما قالت الشرطة الهولندية هناك، بيقولوا ان ده هو المشكوك فيه ان هو اللي عمل كده، وبينادوا جميع السكان المحليين في قرية تير أبل اللي ساكنين حوالين المنطقة اللي احنا قلنا عليها ان هم لو عندهم كاميرات مراقبة يبعتوا المخزون بتاع الكاميرات دي، يبعتوا للشرطة يشاركوه مع الشرطة عشان يتأكدوا ان هو ليه هو عمل كده. لو شفنا في واحد هولندي من السكان المحليين لقرية تير أبل اللي فيها مركز اللاجئين قال كنت في عضو في المجلس المحلي لقرية تير أبل وطلبت القوى الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين وطلبت الحكومة والمجلس المحلي يا جماعة ما تطردوش أي حد من اللاجئين في الشارع. طبعا اللاجئ اللي بيكون عنده رفض واثنين وثلاثة القوى اللي هي الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين في الأخير بتطلعه في الشارع، خصوصا إذا ما كانش ينفع يتم ترحيله لبلده لأي سبب من الأسباب، ما عندوش جواز سفر صالح أو ما إلى ذلك. طيب هو ليه قال لهم كده؟ قال لهم القرية مش ناقصة مشاكل ومش ناقصة خسائر وقلة أمان. ليه؟ لأن هو كان رأيه ساعتها إن أي حد بيحطوه في الشارع أكيد اللاجئ ده أو طالب اللجوء ده المرفوض هيكون غضبان كتير، وأكيد هيطلع الغضب بتاعه في أي حاجة زي إن هو يكسر السيارات. اللي حصل امبارح إن الشخص اللي قبضوا عليه بيتطابق للمواصفات بتاعته مع نفس الكلام بتاع السكان المحليين والراجل الهولندي اللي بيقول ما تحطوش لاجئ مرفوض في الشارع، شوفوا حل تاني. ده حطته الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين، طردته بره الكامب وطلع في الشارع كسر النوافذ بتاع العربيات دي. ولكن الحاجة الوحيدة اللي واضحة دلوقتي ان بناء على كلام الهولندي اللي كان عضو في المجلس المحلي بتاع قرية تير أبل بيقول ان القوة الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين هي المسؤولة عن التعويضات دي، ولازم تدفع للناس فلوسهم عشان يصلحوا العربيات بتاعتهم، ولازم الحكومة الهولندية بالاتفاق مع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين يلاقوا حل تاني غير ان هم يحطوا الناس في الشارع. بيقول كمان سكان قرية تير أبل مش ناقصين مشاكل ومش ناقصين رعب. وبالمناسبة الهولندي اللي بيقول ان هو قدام بيته كان فيه اكتر من عربية متكسرة ومرضيش يفتح الباب، هو بنفسه بيقول احنا بنرحب بطالب اللجوء اللي هم فعلا يستحقوا اللجوء وعندهم مشاكل. طالب اللجوء بيكون حد هربان من قلة الامن ومن الخوف ومن الرعب وبيدور على مكان امن يقدر يعيش فيه، ودول اللي احنا نقدر نرحب بهم كهولنديين. ده حسب كلام الهولندي اللي هو نفسه عربيته اتكسرت والكابلات بتاعتها اتقطعت والمرايه الداخليه بتاع السياره كمان اتكسرت، ولذلك هو بيقول احنا الناس اللي جايه تدور على حظها هنا تدور تعمل ثروه
وما عندهمش مشاكل في بلدهم، يا ريت الحكومة أخيرا تلاقي حل للموضوع ده وتطرح حلهم بسرعة كبيرة جدا. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. سلام عليكم.